حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف دكتور محمد العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. مساء الخير دكتور محمد. طبعا هذه يعني المرة الثالثة التي تشارك فيها الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في معرض البحرين الدولي للطيران، كيف تجدون هذه المشاركة وما هي أبرز الفعاليات التي شاركتم بها؟ مساء الله بالخير. طبعا المشاركة الثالثة للهيئة جاءت مختلفة عن سابقاتها، حيث شاركنا بمنصة أكبر من ناحية الحجم ومن ناحية الكيف والنوع، فكذلك تعتبر منصة ذكية لما تحتويه من معلومات ومن إنجازات الهيئة وإبرازها بصورة تتماشى مع متطلبات العصر الحالي. إضافة إلى ذلك أن بالنسبة للمشاركة لهذا العام اشتملت ليس فقط على منصة، ولكن اشتملت على مشاركة من خلال الإعلان عن أول منتدى فضائي يعقد في مملكة البحرين، وهذا المنتدى تناول جوانب مهمة وهي جوانب تتعلق بإشراك الشباب في قطاع الفضاء وعلوم المستقبل، إضافة إلى تعزيز وتحفيز القطاع التجاري للاستثمار في علوم المستقبل ومنها تطبيقات علوم الفضاء. إضافة إلى ذلك أن احنا هذه المرة كان عندنا مشاركة في الساحة الخارجية المخصصة للجمهور بالشراكة مع إحدى شركات التعليم المتخصصة في مجال الستم أو اللي هو المبادئ الأساسية في العلوم وتطبيقاتها، وهذا يأتي من باب تحفيز الناشئة والشباب إلى مزيد من الاهتمام للعلوم، علوم المستقبل منها علم الفضاء. نعم، إذا دكتور محمد يعني كيف لمستم تفاعل الجمهور مع منصة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وما هي تعليقاتكم حول جهود المملكة في مجال الفضاء تحديدا؟ لله الحمد لمسنا من الجمهور تجاوب كبير وزيارات كثيرة، وإضافة إلى ذلك مستوى الوعي لدى الجمهور البحريني فيما يتعلق بالفضاء وعلومه وتطبيقاته وأهميته كون أحد العلوم المرتبطة بالبنى التحتية لكثير من المشاريع التي تشرف عليها الدولة مرتفع جدا، ومستوى الأسئلة والطرح والأفكار التي تم مناقشتها مع الجمهور أعتقد أنها تؤكد الوعي العالي للمواطن البحريني وكذلك لمختلف المشاركين في المعرض، وهذا يضعنا أمام مسؤولية كبرى كهيئة للاستمرار في هذا النحو من جهود التوعية. نعم. وكذلك في مضاعفة الجهود للخروج بتطبيقات تخدم مختلف القطاعات في الدولة. نعم. كذلك طبعا المعرض أتاح لنا فرصة كبيرة للالتقاء بعدد من وكالات الفضاء ومؤسسات الفضاء العالمية والاطلاع على آخر المستجدات في هذا المجال، وكان لنا فرصة لعقد مجموعة من اللقاءات الثنائية وبحث سبل التعاون، وإن شاء الله ستثمر الأيام المقبلة عن الإعلان عن مجموعة من برامج التعاون وكذلك مذكرات تفاهم واتفاقيات فيما يتعلق بقطاع الفضاء بما يعزز لما كانت مملكة البحرين. نعم. في هذا القطاع بمشيئة الله. نعم، إذا الدكتور محمد العسيري الرئيس التنفيذي لهيئة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، شكرا جزيلا لك.